خدمات بسامرة تكاد شبه معدومة. تمام، أنا بس أحب إنه أنا أدز رسالة إلى برنامج البصمة، بما إنه يلتقي بالمسؤولين وشفت البرنامج وخاصة بسامرة ويحكي ويا المسؤولين إنه أريد ينقل المعاناة اللي يعيشها الشارع السامرائي. خدمات قلت لك تكاد معدومة، الشوارع عن بكرة أبيها إلا ما رحم ربي، المشاريع كلها متلكئة، نشوف عمل يوم إيه عشرة لا. المدينة والحكومة المحلية احنا نحتاج تنظيم وتحفيز واتخاذ قرارات، هي هاي الإدارة اللي نعرفها بمفهومها، وهذا كله ما عندنا احنا، لا تنظيم لا تحفيز لا اتخاذ قرارات. عندنا هاي الشوارع المفروض كان اكو تنظيم، الخسائر اللي تصير كلش كبيرة. المسؤول يجي يسوي لقاء ويمشي، احنا نريد لازم مو بس مجرد حكي كلام، نريد فعل. صحيح المدينة تعاني، هسه احكي لك على سامرة. سامرة بها معاناة يعني من كل الجهات. اول شيء المجاري، يعني المجاري دمر سامرة، وهسه راح تمطر احنا مقبلين على الشتاء، طبعا معاناة مال الشتاء معاناة يعني مو طبيعية. هاي كل واحد يبلط للشارع، كل ما يقول انا بلطته، كل يا بس ما يخبلط كملوا، عندنا شغل شاعر القادسية طبعا كملوها بقى على التبليط عشان نحفرها من جديد، شو السبب ما حد يعرف. زين عندك معاناة، عندك هسه مدارس، كل مدرسة يهمها مو مدرسة مال الطلاب، مزابل نفايات، اكو مدرسة اكو مستشفى خيري بالجبيرية يم البهراب، يعني تعجبت عليها، مزابل يعني مزابل مو طبيعية. احنا كنا مؤملين انه يوم الخميس المفروض يكون تبليط، هاي حسب قول المقاول انه الاربعاء يسلم الخميس يتبلط الشارع. تمام، تفاجئنا ثاني اسبوع رجع انحفر نفس الشيء. تمام، من سألنا على السبب انه عندهم المنهولات ما ماخذين قياسات مضبوطه ويا المقاول، او ما منطين قياسات مضبوطه للمقاول، فصاير انصى من الشارع بهوايه. تمام، وهاي معاناتنا، هاي الشارع صار له تقريبا هذا الاسبوع الثالث مسدود، رزقنا انقطع. تمام، محلاتنا تدمرت، ها التراب دمرنا الدمر. انا من الناس اللي قدامك اذا ما مخلي على صحتي اقل شفت 500 الف هاي قبل شهر. يعني جرت في السنة السابقة قمنا بحملة بإشراف السيد المحافظ ويعني حضورنا وبقية يعني السيد رئيس الوحدة الإدارية قام مقام سامراء وكافة مدراء الدوائر، يعني استطعنا على مدى 3 أسابيع من يعني رفع آلاف الأطنان من النفايات والأنقاض التي كانت يعني متروكة ومتجمعة في سامراء، وكان يعني المفروض أن يتم محاسبة كل من يلقي ويعني هذه النفايات في الأماكن الغير مخصصة لها، وخصوصا يعني الأنقاض الناتجة من يعني يعني سواء من المشاريع القائمة حاليا في المدينة، مشاريع المجاري وغيرها، أو يعني الأنقاض يعني المترتبة من يعني هدم الدور وغيرها، لكن يعني قلة المتابعة وقلة يعني فرض القانون والعقوبات أدى أيضا إلى تراكم هذه النفايات في هذه المناطق. هنالك قصور من يعني بلدية سامراء في المتابعة ومحاسبة من يلقي بهذه الأنقاض وهذه النفايات يعني قرب المدارس أو المستشفيات أو المؤسسات أو حتى في الساحات العامة.